الاختيار السهل انه يبقى باند لطيف بيقدم كفرز بيقدم اوريجينالز ويبقى لهم فان كلاب ويعني كده. والاختيار الصعب انه يبقى باند ليه بيرسوناليتي، ليه شخصيه واضحه، ليه رساله، ويعمل مجهود ان هو يعمل حاجه مختلفه. الباند اللي معايا دلوقتي اختاروا الاختيار الثاني، جافا فونكس، قدموا عرض هايل، حاسبهم يقدموا نفسهم. فيصل ابو غبن تراك رايتر وبروجرامر. علي ابو غبن ليركس وبرفورمر. دي جي فيدو تيرن تيبلز دي جي. مع البيت بدي يكون فوق، واحد اثنين يلا يلا اولا انتوا بتتميزوا بتنوع في المزيكا شويه، يعني في ناس قالوا عليكم الترناتيف، في ناس قالوا عليكم الكترونيك، في ناس قالوا عليكم هيب هوب، انتوا ايه؟ الفكره احنا لما ابتدينا نعمل كنا متاثرين بانواع كتيره من الموسيقى، يعني احنا فلسطينيين فكلمات اغانينا كلها بتتكلم في مواضيع جد اكتر من الاغاني التانيه، فالهيب هوب بيعمل كده والبانك روك بيعمل كده والالكترونيك ميوزك بتضيف على ده وده الفايب، يعني الناس بتبقى تقدر تتنطط او نبقى في اكسبريشن اعلى في اللايف بيرفورمنسز. فلقينا ان في فرق قدرت تربط يعني حاجات كتير زي دي، خصوصا في بريطانيا، يعني زي ذا برودجي وزي فرق تانية كمان بيعملوا بيج بيت، فابتدينا نعمل حاجه قريبه من ده، انه علي يبتدي يكتب الليركس وانا بعمل بيتس في الاستوديو. وبعد كده لما ابتدينا نطلع لايف قلنا مين اجمد واحد ممكن يساعدنا انه يعمل سكراتشز ويساعدنا لايف انه يبقى الشو دايناميك مع الناس، فلقينا فادي ابتدى الشو يتكون مره بعد مره ان احنا نعرف احنا عايزين نوصل لفين بالظبط. SOS! بدي كل فوق! تطور بيش بدعني صار آخر همي آخر همي SOS آخر همي SOS آخر همي SOS آخر همي SOS SOS آخر همي SOS SOS من سطحي وين عريض كراسي موسيقية وبسعلك بعد الأدوار وهلا بعدك جاي تفرض ايديولوجية، روح جيب اجارك جيب اجارك، عارف كيف تحضر اخر همي صورة انت اخر همي ولا صورة انت اخر همي صورة اخر همي نقولها نعيدها ايها الاخوة والاخوات وينكم؟ أيها الإخوة والأخوات وينكم؟ SOS وينكم؟ زيكم في باندز كتيرة قوي،
بس انتوا زي ما وصلتوا العالميه ودي حاجه يمكن مش سهله ان تتسموا احسن او واحد من اهم الباند في الشرق الاوسط، دي حاجه كبيره قوي. ايه اللي يوصل باند لسه بادئ للعالميه؟ اهم حاجه يكون مختلف، يكون المزيكا بتاعته ما حدش عملها قبل كده. دايما الناس يعني احنا دايما عندنا تطلع ان احنا نبقى زي بره. اوكي مش مفيش مشكله ان انا اتاثر ببره واقلده كمان، بس لما الموضوع يجي في ثقافتي انا اطلع مواضيعي واطلع كلامي. انا مش مكسوف اني بغني بالعربي، لان في ناس كتير ده باند بالعربي ييه، هو عايز يروح باند انجلش كانه ده امتياز او بروفيلج. ثقافه محليه دي، ثقافه لا دي فعلا ثقافه محليه في الوطن العربي كله، انه كان الواحد بيرتقي انه لازم خلاص. فانا شايف احنا اللي وصلنا في وقت قياسي انه احنا كنا لا انا مش مكسوف اني بغني بلغتي وبلهجتي، ولقيت انه ناس بتقولي في مصر الناس مش هتفهم والناس لا، لقيت الريسبونس المصري اعلى من الريسبونس الاردني او الفلسطيني نفسه، لان الناس انا بتسمع كويس. انا مش عارف ليه النهارده يمكن يعني اكبر دليل النهارده يعني تفاعل الناس معاكم كان هايل هايل بالظبط، لانه في مصر ناس فوق الطبيعي في الموسيقى وانا اتعلمت منهم كتير زيهم زي الناس الاوروبيين. فما اعرفش ليه ما فيش ثقه بالنفس. بشيت بفرق برضو زي ذا روم في مصر، فريق ممتاز وتعلمنا منه كتير، احنا الجيل اللي اتربى على ايديهم يعني. بجد بجد نورتوا ستيج، نورتونا، وجود لك ان شاء الله. ثانك يو ثانك يو. يلا يلا واحد ذهن وصلت لجدادي، هيك يا اخوي بلشت تبادي بيضرب زي النباتات الاخر انت بتفرق يا رسالتي. انا اول طول حياتي ولا مره كنت الثاني اخوي فصل فايت فصل فايت بالعدد والالاتي سويت تفرقاتي. مين هنا زينا ايش جديد اخر صيحة؟ مين هنا زينا عاد ما نصدق ايش جديد؟ مين هنا زينا عاد ما نصدق ايش جديد اخر صيحة؟ مين هنا زينا عاد ما نصدق ولا اخر صيحة؟ ويكم ويكم دارك ويكم سبعين سبعين ويكم يلا العادي ارجعنا معنا زيادة لرفنتها ولرفنتها واجب عين